جيتكم بالقصة ديالي، قصة مبدلة مختلفة بزاف. غنعود لكم على قصتي مع لوسي اللي كانت صاحبتي، أعز صديقة عندي، ولات هي عدوتي. علاش وكيفاش؟ كانت العلاقة بيناتنا أحسن علاقة ممكن تخيلها تكون ما بين زوج بنات. صاحبتي الوحيدة تقريبا، قرينا في نفس القسم، كبرنا مع بعضياتنا، أسرارنا مع بعضياتنا، صحبنا مع الولاد، خرجنا، ضحكنا، ما خلينا ما درنا، وديما كتحفظ ليا السر ديالي وكنحفظ لها السر ديالها. حتى سافرنا لمدينات اخرين بالاخبار دارنا بزوجنا، كنا كنديرو العجب العجب كنديرو مع بعضياتنا، وحتى حد ما كيسيق ليا الاخبار، ديما السر ديالنا مدفون. ايوا اش غنقول لكم، عرفتوا المراهقه دوزت انا وياها، دوزناها ما خلينا ما درنا في ديك المراهقه. تخيلوا زوج بنات مراهقات مصاحبات وزاعمات وما كيخافوش اشنو ممكن يديروا. كنا كنقراو مزيان بزوجنا، وقت القرايه كنتجمعوا اما في دارنا اما في دارهم، كنبقاو نبريباريو. المهم حنا دائما بجوج، حنا معروفين دائما، سهام مع هدى، هدى مع سهام، معروفين دائما بزوج بينا. اذا شي وحده فينا غدا بوحدها كتعرف راه شي حاجه ماشي هذيك، كنا معروفين في الدرب في المدرسه عادي عارفين. ايوا ملي كبرنا كملنا القرايه، فاش خدينا الباك تفارقنا، حيت ديك الساعه كل واحد فينا مشات لبلاصه شكل. حنا ملي خدينا الباك ديك الساعه حنا كنا تحولنا، دارنا تحولوا لمدينه اخرى، با على حسب الخدمه ديالو كانوا دار انتقال، لانه با معلم كان دار انتقال ومشى للمدينة، كان بغي يمشي للمدينة ديالو اللي زايد فيها اللي فيها عائلته، وانتقلنا معاه. وصاحبتي بقات في المدينة ديالها وكانت دارت لافاك. ايوا بقينا مرة مرة كنجيو لكازا وكنجيو نشوفوهم. ملي كنجيو الا جينا عند خالتي كاينة في كازا كنطلع عليهم، حيت كانوا جيراننا يعني معرفة قديمة. وملي كنجيو كنت انا كنطلع على خالتي نمشي نشوفها ونسلم عليها، وكنجي نبات عند صاحبتي نعاود ليها شنو واقع، تعاود ليها هي كتقرا في لافاك هنا، وانا مشيت انا درت لافاك في المدينه الاخرى اللي تحولنا لها. ايوا المهم صافي، ديك الوقيته بدينا كنكبروا، بدينا كنضجوا شويه، بدات العقليه كتبدل كتختلف. بنت لافاك راه ماشي هي بنت الليسي ولا بنت الكوليج، كيبدا الواحد كيدير عقلو وكيبدا يعرف الصالح ديالو فين كاين. بدينا كنضجو بجوج بينا، وبدينا كنهتمو بالمستقبل ديالنا، كل وحده كتشوف راسها شنو باغا دير. ديك الساعه انا كان الوالد ديالي كيضغط عليا بحكم انه معلم، كان بغاني نمشي فواحد المسار زعما اللي مقاد، بغاني نقرا مزيان نكمل مزيان باش نخدم شي خدمه اللي هي مزيانه. كيقول لي شوفي شي خدمه اللي تقدر ندخل لك واحد الدخل المادي اللي يكون مزيان اللي تكوني مرتاحه به. وديما كان كيقول لي حاولي ابنتي ما تفكريش في الزواج، الزواج هو التالي، حتى تخدمي ان شاء الله وتكون عندك خدمه زوينه وديري طوموبيلتك وديري حياتك، عاد الزواج، الزواج راه دائما غادي يجي غادي يجي، خليه هو التالي. صاحبتي الفكره ديالها ديك الساعه بدات كتبدل مختلفه، كانت عندها الاهميه للراجل، كانت كتفكر في الزواج بزاف، يعني عندها ديك الفكره ديال انها الا جا اي راجل خطبها وبان ليها انه مناسب لها ممكن انها تخلي القرايه ديالها تخلى عليها وتتبع داك الراجل وتزوج. كنت دائما كنتناقش معها هذه الفكره، كنناقشها معاها كنحاول انها تبدل هذيك الفكره ديالها، وهي والو كتقول لك انا صافي انا عييت من القرايه، انا مليت، ما كرهتش انا كي الدريات كاملين نزوج ونمشي نبدا حياتي الا كان شي راجل مزيان. واخا هذاك كنا تعرفنا على الولاد بزاف وقت القرايه، وبزاف منهم باقين في لافا، كاين منهم اللي كانوا ما كيقراوش اللي خدامين، ولكن حتى واحد فيهم ما كيبان لا انه مناسب ليها في ديك القيصه. واخا كانت زوينه بزاف عاطيه العين، وشحال واحد كان باغيها فعلا، كانوا كيبغيوها، ولكن هي كان عندها واحد الاحلام كبيره، كتحلم بزاف وكتحلم الاحلام دي كبيره. ايوا مع انا كنجي عندهم كنت كنتلاقى دائما بخوها الكبير، كيعرفني كيعرفني دائما، حتى انا كنعرفه، عمري ما شفت فيه شي شوفه اللي مبدله على انه خو صاحبتي، كيجيني دائما عادي. خوها كان الكبير كان هو اللي قاري فيه مزيان، كان طبيب، طبيب دونتيست،
وكانت تبارك الله عليه ديك الساعه كان باقي جالس معاهم في دارهم، ولكن داير لابارتمون ديالها مفرشها وساعدها وخدمته زوينه، وكان مهلي في والديه بزاف وحتى اختو كان مهلي فيها. هذاك السيد بعد المرات كنت كنتلاقى عندهم في الدار عادي، كيسلم عليا عادي، راه صاحبة اختو عادي. ديك الوقت بداو كيفكروا عائلته انهم غادي يزوجوه، ملي بغاو يزوجوه في من فكروا ليه عروسه في انا، اقترحوني عليه كعروسه زعما انه يتزوج بيا، والفكره عجبت بزاف صاحبتي هي اللي بقات كتانسيست عليه باش يعني يقبل بيا انا ويشوفني انا راه انا كنقرا، راه هذا راه عندي مستقبل، راه مناسب عليه، وبقات صغيره يعني غير هكا يعني نقدر نتعايش انا وياه. المهم بقات هي كتانسيست عليه، ما قالت لي والو في الاول. المهم قال لهم هو بغيت، انا كنعرفه ديك المعرفه السطحيه ولكن شي معرفه اللي هي من صعب نبقى، وهذا ما كنعرفهاش، نتلاقى انا وياها، بغيت نهضر انا وياها الراس في الراس ونشوف. ديك الساعه عاد غادي يقولوها لي، انا ملي غادي نجي كنت غادي نجي ديك الصباره انا ودارنا، جينا كالعاده مشيت طلعت على خالتي، بقيت معاهم درنا الكوتي معاهم، ضحكنا تحتتنا كل شيء، وقلت لهم انا غادي نمشي، انا عالمه صاحبتي انا غادي نمشي عندها وعارفين اني كنجي عندهم، ومشيت عادي. كانت بحال دارنا الثانيه هذيك الدار، عمري ما نسيتها. مشيت عند صاحبتي، دخلت عادي سلمت عليهم، جلسنا. وشكون اللي غيجبد معايا الموضوع؟ الوالده ديالهم ماماهم هي اللي غتهضر معايا، ما تهضرش معايا صاحبتي. قالت لي راه بغينا نزوجو فؤاد واختاريناك ليه انتيا، شنو رايك بنتي؟ دغيا هكا لحسها ليا الشنطه بلا مقدمات بلا والو، دغيا لحسها ليا فوجي وخلاتني بغات تشوف هي علاش درتي هكا، بغات تشوف الرياكسيون ديالي كيفاش غادي نكون، شنو غادي نقول ليها. بقيت كنشوف فيها انا تضمت، عمري ما طاحت عليا هاد الفكره في راسي. حاليا ما كنفكرش في الزواج، انا كنقرا في القرايه ديالي، هي اللي شاغله بالي، زعما ما عنديش شي فكره اخرى دابا. وحشمت منها في نفس الوقت ملي قالت لي، ما قدرتش نجاوبها ولا غنقول لها لا، شي جواب اللي هو اللي قاطع ما قدرتش نعطيه لها. بقيت كنشوف فيها وهي تقول لي هانتي مازال معنا دابا، هانتي فكره مزيان لك، كنتي حشمتي ولا شي حاجه تبلاتي وجاوبيني، انا غنمشي ندخل الكوزينه دابا. ومشات، بقيت جالسه انا وصاحبتي كنشوف فيها وكتشوف فيا. قلت لها علاش ما قلتي لي والو؟ قلت لي ما بغيتش نقول لك، كنا بغينا نديروها لك سيربريز. وانا نقول لها انت عارفاني انا ما كنفكرش دابا اني نتزوج، ما بغاش نتزوج. وهي تقول لي تسطيتي، قالت لي فؤاد راه فرصه، قالت لي يلا ضيعتها فينا تلقي بحاله. بقيت كنشوف فيها فعلا فؤاد فرصه، من واحد الناحيه ماديا راه فرصه، واللي كنعرف عليه انه واحد الانسان اللي محتارم، عمري ما سمعتو كيغوت، ديما منظم ديما مقاد ديما مرتب، ملي كنا صغار وكنا كنجيو دايما سد عليه فواحد البيت كيحفظ، دايما ديما منضبط في شكل. ولكن انا جاتني صعيبه حتى اني نزعم عليه ونهضر معاه، ديما كيبان ليا راه هذاك الانسان شي حاجه اللي هي كبيره، نزعم حتى نشوف فيه. قلت ليها ما عرفتش، قلت لها زعما تصدم صراحه ما عرفتش اش غادي نقول. تقول لي ما عندك ما تقولي، حتى الغدا ايوا لا غادي نخرج مجموعين، غنمشيو لواحد القهوه كاينه في طماريس وغادي نتغداو، راه عارض عندنا الغدا. وديك الساعه غادي تهضري انت وياه، غيكون عندك الوقت وغادي تشوفي وتهضري معاه وتقولي شنو كاين. هي كتشوف فيا ديك الشوفه، انا فاهمه ديك الشوفه ديالها بحال راه تحطيت امام الامر الواقع. وانا واخا هكاك ماشي ما رفضتش الفكره، ما كنتش رافضه نهائيا، ملي بحال ملي عرفت راه هو وانا عارفه كيفاش داير وداك الشيء اللي عارفه عليه، واخا ماشي كثير بزاف، وهاد العائله اللي انا كنعرفهم وكنعرف ماما مره مزيانه، زعما كنعرفهم مزيان اكثر عائله اللي انا كنعرفها وكنرتاح ليها. جاتني الفكره بحال زوينه، بحال عجبتني الفكره، واخا انا كنرفض اني نبين انها عجبتني، ولكن داخليا ارتحت ليها بزاف. ما فكرتش نهائيا ديك الساعه في بابا ولا في ماما ولا نقول لهم ولا شنو كيقول لي بابا، بديت كنفكر واحد التفكير اخر مختلف. ايوا الغد ليه فعلا جا باش غادي يدينا لديك القهوه، جا ديك الساعه انا بحال بديت واحد الحياه اخرى جديده مبدله مختلفه، بديت كنحس بحال راه
راه هذاك الانسان راه خاطيه به وجا غادي يخرج لنا. وهذاك الاحساس عنده واحد الحلاوه زوينه في شكل مبدل مختلفه، عجبني هذاك الاحساس من حسيته. انا جربت اني نخرج مع الولاد ومع الشباب، يعني جربت الخروج، ماشي اول مره غادي نخرج، ولكن هذا الشكل هذا ديال الخروج مع واحد الراجل ومع عائلته، وهذاك الراجل اللي ناوي معايا واحد النيه ديال اني يعني نكون مراته، احساس مبدل بزاف مختلف. غيحس بيه اللي عاشو هكا هاد اللحظه، غادي يحس بها وغادي يفهمني شنو كنقصد. ايوا مشينا غاديين، هو ساكت غادي يصايك، غاديين كنهضروا حنايا، ماما جالسه حدا القدام وانا وصاحبتي جالسين اللور، وغاديين كنهضروا. وهذيك الهضره راه كنخربق انا وياها في الهضره، ما كانش شي هضره اللي هي مهمه حتى وصلنا. المهم جلسنا، عرفتوا الخرجه على برا كيفاش كتكون، يا زوينه تما، الدنيا خضره الخضوره و طبيعة زوينة، وكتحسي بالراحة وبالهواء نقي داير بيك. ايوا فواحد اللحظة ويقول لي نتمشاو، صافي هذيك الساعة تبدل عندي الجو، ديك نتمشاو بحال شي صاعقة نزلت لي على راسي، بحال باش نصرط هذاك الريق مبغاش يتصرط ليا. قلت لي واخا صافي، نتغدى انا وياه، وبدا كيهضر معايا عادي، بدا كيهضر، ايوا هي غير هضره عاديه بحال كيعبر ليا لا طونسيون ديك الهضره. هادي كيهضر قال لي باقا كتقراي، قال لي كتعجبك القرايه، قلت لي القرايه مهمه بزاف، قال لي كتفكري تكملي، قلت لي ضروري، ما بديت الا غنكمل، قلت لي ما يمكنش نبدا القرايه وما نكملهاش بحال ما درت والو. ويقول لي شنو كتفكري ديري من وراها، قلت لي ان شاء الله ما غنكمل وما غنخدم. ويقول لي ولا تزوجتي، قلت لي علاش لا تزوجت، الزواج غادي يمنعني عن نكمل قرايتي، قال لي لا الزواج عمره ما كيكون عائق قدام المستقبل ديال الانسان. بحال هكا كيهضر، صافي بقينا كنتناقشوا في هذا الموضوع، بحال عطاني واحد الموضوع اللي انا فعلا كنبغي نهضر فيه، بغي يبين لي انه ما كيعارضش القرايه مرا الزواج. وبقيت كندوي انا وياه، هضره كتجبد هضره كتجبد هضره، حتى كملنا الدوره ديالنا ورجعنا فين كاينه مع ماه واختو. المهم ارتحيت ليه انا فديك الهضره من خلال كيفاش كندوي انا وياه، هو كيدوي بشويه وهضراته منظمه وقاده، وما كيعارضش في واحد الحاجه زوين انه كيبغي يتصمد، كيلوح لك الحاجه ولا الفكره كيخليك تقول الراي ديالو، كيبقى يتصمد لك حتى كتسالي، ما يعني عجبني انه ما كيبغيش يفرض الراي ديالو ولا الشخصيه ديالو، كيبغي يتصمد الانسان اللي قدامه، كيعطيه الوقت، كيهتم كيتصمد ليه، كيعطيه ودنيه. عجباتني، تخيلوا انا اللي كنت معارضه الزواج، ما عنديش ديك الفكره، رجعت من ديك الخرجه وانا عقلي كيفكر غير فيه بلا ما نحس، كنقول واش انا وقع لي هذا الشيء، بحال داك الانسان اللي كيولي يبغي شي واحد هكاك من الشوفه الاولى، بحال هكاك وقع لي، لقيت راسي تعلقت به، رجعت لدارنا وانا غدا الطريق كامل وانا كنفكر فيه، كنقول ملي غنمشي عاد غنفتح الموضوع نجبدو مع ماما وبابا ونعاود ليهم شنو كاين، وغادا وانا صافي هذاك هو الموضوع اللي ولا شاغلني. وجبت الموضوع مع ماما وبابا وقلتها ليهم، بابا قال لي الا كان هكا وغادي يخليك تقراي، وانسان اللي غادي يعاونك ربما هو غيعاونك في القرايه والخدمه ديالك، فما كاين ما كاين بس، قال لي وعاود فكري شوفي انت راه هذا حياتك انتيا، احنا ما نفرضوا لك حتى شي حاجه وما نمنعوك من حتى شي حاجه باغاها. نفس الفكره كانت عند ماما، احنا دائما فاهمين، يعني ما كاينش ديك المعارضه بيناتنا ولا الصداع ولا المشاكل. ايوا خلوني حريه الاختيار، وبقيت كنفكر وكنخدا نيميرو التليفون ديالي، وعيط ليا وصي معنا ودوا معايا، حسيت بيه بحال وقع ليه كيما وقع ليا، داك الاحساس ديال ملي كتحس ان داك الانسان اللي قدامك راه كتعرفو شحال هادي، راه ملي كتهضر معاه كترتاح الهضره معاه، بحال هكاك وقع ليه. ملي قالها ليا بقيت كنضحك، قال لي ارتحيت الهضره معاك، حسيت بالراحه وعجبني الحال بزاف، حشمت نقول لي راه حتى انا نفس الموقف نفس الديكور طرا ليا وقع لي حتى هو. ايوا بقينا كنهضروا، بقيت ديك الساعه ما شفتوش على شحال، ما كنتش رجعنا ما جيناش لكازا، بقيت كنهضر انا وياه، بقات الهضره بيني وبين صاحبتي بين ماماها، وسولاتني قالت لي انطرا شنو راي ديالك، شنو فكرتي، شنو قالت لك ماماك، شنو قال لك باباك، وكنعاود لهم شنو كاين. صافي بقينا هكاك
حتى شحال داز تقريبا شهرين شهرين وحنا كنهضروا غير هكا، كنهضروا عادي في الواتساب هكا، كان ولا كيدخل عندي لاباج ديالي في فيسبوك عادي بحال هكا، بقينا عادي بحال دي زعمي عاديه بقينا. وعجبني هذيك التقاله ديالو انه ما كيحاولش يزربك في شي حاجه، حتى الراي ديالي عطاني الوقت وعطاني الحريه خلاني على خاطري. ودازت المده وجاو دارهم لعندنا وخطبني. خطبه كانت زوينه بزاف، خطبه كانت زوينه صافي، انا كنت مقتنعه به صافي، اقتنعت به، دارنا مقتنعين به، انسان ما فيه ما يتعيب ما فيه ما يتعب، كامل ما شاء الله من كل شيء، هو الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، ولكن نقدر نقوله انه العيوب ديالو قليله، والله اعلم ثاني الا كان فيه شي عيب وانا ما عارفاش، انا بقى ما عارفاش لحد الساعه. المهم داز كل شيء على ما يرام. حنا في الخطبه ملي جاوا يخطبوني ما كانوش الناس بزاف، غير حنايا وهمايا، وكانت واحد خالتي، وجابوا معاهم نيت حتى هو خالته ولاد خالته. صافي هادشي اللي كان، يعني حاولنا ان داكشي يقتصر علينا حنايا لان باقي ما كاينش شي حاجه رسميه. صافي تفاهموا تفاهمنا، وكان الاساس ديال هادشي كامل اننا نتزوجوا ونكمل قرايتي ونبقى انا وياه، نحاول اني نعود ننتقل لافاك ونكمل في كازا ملي نتزوج به. المهم تفاهمنا على دوك التفاصيل كاملين، ما احترض على حتى شي حاجه، تفاهم على كل شيء اللي قالوها ليه، كي ما كيعترضش عليه، يعني واحد الانسان اللي راسه صغير واللي ميسر ما كيعكس في حتى شي حاجه، بحال كان داك الزواج المثالي اللي كيبان لك بحال شي حلمه زوينه جات جايه طايره فوق شي سحابه بيضاء، حسن تلس حدايا هزاتني وداتني معاها، يعني بحال شي حلمه زوينه ما كتوقعش بزاف ديك الحلمه مره واحده في العمر. ايوا صافي تزوجنا بالزربه، ما بقيناش بزاف تزوجنا، حتى الزواج كيما الخطبه كيما الزواج. بابا شويه ما عندوش مع ديك التجمعات بزاف والشوقه والصداع، حتى العرس ديالنا كان بسيط، كانوا فيه غير الاقارب المقربين، ما دارش فيه صداع بزاف، غير في الدار درنا صافي. ومشيت معاه، مشيت معاه لابارتمون ديالو نيشا. اش غنقول لكم، في الاول كنا مشينا جلسنا تقريبا واحد يومين في كازا، ومن بعد سافرنا ما خلى بيا حتى بلاصه، كاع المدن ديال الشمال ساريناهم، كيساريني ويوريني وفرحان بيا، ويعني حتى التقرب ديالو شي حاجه اللي هي كلاس في شكل في كل شيء، بحال هذاك الانسان ما عرفت فين كابر، وحنا راه كبرنا غير في حي شعبي، سبحان الله هذاك الانسان في شكل بحال جا من شي كوكب اخر. ايوا بقينا بحال هكاك، حتى دوزنا واحد المده وحنا هكا مسافرين، الماكله على برا صافي، كتقولوا السعاده وداك الحياه المثاليه هي هذه، وانا ما عارفاش شنو مخبي ليا الوقت. ايوا نجيكم نكمل معاكم الكلام. ايوا كم داز داكشي كامل داز زوين، رجعنا ملي رجعنا فاذا بيا ملي كنطلق مع صاحبتي بشويه بشويه كتبان ليا ماشي هذيك، مالك فلانه كتقول لي والو عادي مالي، صافي بشويه بشويه بحال انا ماشي دريه صغيره ولا ما كنفهمش، الحمد لله عندي واحد الحاسه سادسه كتبان ليا، تبدلت معايا في التعامل ديالها بوحدها غير بوحدها، اشنو واقع اشنو كاين ما فهمتش ما عارفاش. انا داس واحد الموده حنايا مره كنمشيو عندهم للدار، حتى هما كيجيو عندنا، ماما درويشه ظريفه ما عندي ما نقول فيها، حماتي ممكن نقول هي احسن حمات كاينه في العالم كامل، واحد الانسان قاريه واعيه مثقفه، ما كتدخل في حتى شي حاجه، ما كتسول على حتى شي حاجه اللي ما كتخصهاش، شاده تقارها، يعني فيها كاع الصفات الزوينه اللي ممكن انها تكون في هذيك الحمات. ايوا المشكله لقيتها مع صاحبتي، صاحبتي تبدلات تغيرات بزاف، انا وراجلي عايشين مرتاحين، ولا كيديني كيكسيني احسن لبس ممكن انها تشريه، مره مزوجه كيشريه ليها، حتى اللبس ديالي تبدل، طريقتي في اللبس تبدلات، كيقول لي كنبغي نشوفك دائما مقاده، كنبغي نشوفك لابسه احسن لبس، ما نبغيش مراتي تمشي تقرا وهي ما لابساش مزيان، المهم كيبغي يبينني في احسن صوره. انا ملي من بعد كنتلاقى مع صاحبتي ولا كتجي عندي كتبان ليا
بحال هكا مثلا كتحل هكاك البلاكار ديال الصبابط وكتبقى تطلف على الصبابط وكتشوف بحال كتشوف اشنو تزاد عليا، ما كتقول ليا والو، كتعاود تسد البلاكار. وملي كنكون جالسه انا وياها في البيت عندي جالسين كتجي تجلس معايا في الناموسيه، كانت حتو عادي صاحبتي وخت راجلي وعزيزه عليا، يعني وديك المعزه بيناتنا راه اكثر من الاخوه. وهي كتهضر معايا وانا كاينه وكتنوض وكتحل البلاكار وبحال كتحسب بعينها اشنو زايد واشنو ناقص وكتشوف. انا بديت كنفهم انها بحال كتراقبني شنو تزاد عليا، كتشوف اشنو كاين. امتى غتوقع المشكله كبيره؟ ملي غيشري ليا راجلي طوموبيل، صافي هذيك غتكون هي الصاعقه اللي غادي تضربها. نهار غيشري ليا طوموبيل انا ديجا دوزت البيرم، غادي ليا سوربريز في عيد ميلادي غيجيب ليا الطوموبيل. ملي شافتها وملي عرفاتها تبدلات بزاف بزاف بزاف، عمري ما توقعت ان شي انسان كيبدلو هكا الماديات. انا ما بغيتش تدخل ليا راسي ان صاحبتي ممكن انها تفكر فيا بهذه الطريقه ولا تغير مني ولا تحسدني. اصلا هي اللي اقترحتني على خوها باش يتزوج بيا، وهي اللي بقات كتانسيست عليه وكتحاول ان تبين لي فواحد الصوره زوينه وكتبين لي حتى انا في صوره زوينه. المهم نقولوا ان هي اللي كانت ورا هذا الزواج ديالي انا وخوها. حنا من بعد بغينا بعضياتنا وتعلقنا ببعضياتنا، ولكن هي اللي كانت سبب، هي كانت سبب اننا جمعنا. ايوا اش غادي نقول لكم، كنحاول اني نعترض على ديك الفكره في دماغي، ما بغيتهاش تكبر، ما بغيتهاش تكون بصح. مع الوقت اشنو غادي يوقع؟ مع الوقت دازت شي ايامات ولا كي راجلي كيقول لي فين هو البورطابل ديالك، كيقول لي راه هو لهيه مثلا، كيهزو كيبقى يشوف فيه، بدا كنشوف فيه انه كيحاول انه يدخل ويشوف اشنو كاين فيه. مع الوقت كنفهم انه شنو باغي يدير، انه مره على مره راه بحال كيبغي يشوف ليا البورطابل واش فيه شي حاجه جديده، كيبغي يدخل الواتساب كيبقى يقلب يشوف. كنقول شنو كتسالك واش كتقلب على شي حاجه شنو كتشوف، كيقول لي لا عادي. بشويه بشويه بدا كيزيد اكثر كيتبدل، ولا كيصوني علاش تعطلتي هنا، فين كنتي، اشنو درتي، بحال هكا اسئله اللي هي بحال ديال البحث، بحال كيبحثني فين كنت وشنو كندير ومع من كنت، بحال هكا ديك الاسئله. ما دخلتش ليا راسي كيفاش بدا كيتبدل هكاك. كنسولو مالك اشنو، واش كاين شي حاجه، واش وقع شي مشكل. بقى هو لانه ما كيعرفش ينافق، ما كيعرفش يضرك، ما قدرش يصبر هكاك واحد المده طويله، ما صبرش هكاك بزاف. من اكثر ايام اللي كنسولو وكنبحثو هو يقول لي شنو كاين اشنو كاين. تخيلوا معايا صاحبتي عودت ليه داكشي اللي دوزتو انا وياها في الايامات الاولى ديالنا في المراهقه، ملي كنا في الليسي، ملي كنا كنخرجوا، عودت ليه على الولاد اللي كنت كنعرف قبل منه، وعودت ليه على حياتي الشخصيه هنا صاحبتها اللي سايقه فيها وعارفه اسراري كاملين. عودت ليه كل شيء، حطت ليه كل شيء اللي في المزيوده حطته ليه، عودته ليه على اساس رد بالك منها، عندك دير فيها ثقه بزاف، رد بالك لا دير شي حاجه، هي راه كانت خفيفه ملي كنا كنقراو، دير اتونسيون. المهم هاد الهضره بقى كيحط ليا كل شيء شنو قالت لي. صافي ما عرفتش، قال لي ما تقوليهاش ما تقوليهاش، قال لي ما نبغيش نعرف اني عاودت لك شنو قالت لي. قلت ليه كون هاني صافي ما كاين حتى مشكل، انا ماشي دري صغير. وبقى قلت لي شوف انا عمري ما سولتك شنو كنتي كدير ولا شنو درتي. ونهار تلاقينا راه كيما تلاقيتك كيما شفتيني كيما انا كيما باقا، وهداك الشيء الا كان غير حوايج ديال الصغار والضحك ديال الصغار وديال المراهقه. عمري ما كانت عندي شي علاقه اللي هي رسميه ولا عرفت شي حد ودرت معاه شي حاجه خايبه. انا ديما انا كنحافظ على راسي، كنعرف راسي شنو كندير، واخا كنضحك عارفه راسي شنو كندير. قلت لي بحالي بحالها، حتى انا هكاك وحتى اختك كانت هكاك. قلت لي عمرك ما سولتيني باش نعاود ليك، صافي يعني شي حاجه اللي كتخصني انا ما كتخصكش حتى هي، كيخصك انت داك الشيء اللي وقع ليا ملي تعرفت انا وياك ومن ورا ما تعرفت انا وياك. عمرك ما دير لي بحال هكايا وتحطني في هاد المقارنات وتحيد الثقه ديالك من عندي، لان انا ما غاديش نبقى انا وياك الا بقيتي كتفكر فيا بهذه الطريقه. صافي انا حديت ليه زعما داك التفكير،
قلت لي اما غتدير فيا الثقه الكامله كيما تلاقيت انا وياك كيما انا دايرها فيك وغنستمر انا وياك، اما لك تي غدا تشك فيا هكا وتيق هاد الهضره. نفترض شي واحد تلقاك شي نهار وقال لك راه هاد الفلانه كدير ولا كدير، ما غاديش تاكد واش غتسيق الهضره ديالو اللي قالها وغتمجي كتشك فيا وكتدير هكا وكتطع ليا الشرف ديالي. صافي بقى غير كيشوف صافي، بحال حديتهم ليه ما خليتوش يزيد يتسمى هذا في هذاك التفكير وفي هذاك الشيء. وفي نفس الوقت بينت ليه ان اختو على خطأ وعلى انها غلطه. قال لي شنو من القدام حاولي تفاديها، ما تبقيش لقيتيها بزاف وفي نفس الوقت ما تبيني لها حتى شي حاجه. ايوا انا تصدمت فعلا، تصدمت مرت شي يومين وانا مريضه، وليت كنعس وبحال كيجوني الكوابيس في الليل. ما تسلطتش ليا داك التصرفات ديالها، ما فهمتهاش، كنقول وصلت بها الغيره حتى لهاد الدرجه. ملي بقيت كنفكر دابا هي كتشوف انها ما غاداش مزيان في قرايتها، هي كانسانه قرايتها هامله، وربما حيت ما تزوجاتش باقا جالسه في الدار. كتشوف فيا انا صاحبتها كيفاش كنقرا مزيان يعني، وكيفاش تزوجت وراجلي شنو كيدير ليا، كتشوفو كيفاش مهلي فيا وكيفاش كيتعامل معايا. واكثر هي ملي زاد شرا ليا الطوموبيل صافي، يعني هذيك هي الغيره القاتله يعني اللي حسيت بها. شنو رد الفعل ديالها؟ بحال بغات تخلق بيني وبينه المشاكل، داك التفاهم اللي كيبان ليها بيني وبينه، داك الود وداك الحب اللي بيناتنا، بحال هذيك الغيره ديالها بغات تحطم هذاك الشيء كامل باش ترتاح النفسيه ديالها. وشنو غادي دير؟ مشات عاودت ليه كلشي، عاودتو ليه. اذا دابا شنو انا غادي ندير معاها؟ علاش حق كلهم وليت كنقول حق كلهم كيقولوا اللوسة سوسة؟ كنت كنسمعها شحال هادي وكنبقى نضحك على الكلمه كيفاش دايره، ولكن عاد عرفتها دابا، عاد عرفتها مزيان. كنقول واه هادو السيده خلاص سوق راسها فرحانه بولدها مسكين، كتشوفو مرتاح وفرحان، فرحانه بيا وعزيزه عليها. وشكون اللي خرج ليا من الجنب؟ صاحبتي، صاحبتي الوحيده اللي عمري ما تفارقت انا وياها، واللي هي اللي زوجاتني ليه، هي اللي ولات دايره ليا هاد الحاله وبغات تخلق بيني وبينه المشاكل، وكتشككوا فيا بين انا دايره ودايره ورا نقدر ندير ورد بالك منها ودير زعما. لا حول ولا قوه الا بالله. اشنو غنبقى ندير مع ما عرفتش اشنو غادي ندير مع هاد الانسانه دابا. مشكله ما جاتنيش بعيده، راها قريبه، راها خطرات يعني غنطلقها وغنشوفها. وصاحبتي ما غاديش نقدر نذكرها، ما خلتش ليا ما ندير، ما عرفتش.